أما الآن مشاهدينا سننتقل لمشاهدة تقرير لزميلتنا جمانة دويكات يتعلق بمنطقة أم الجمال والتي تسمى بالواحة السوداء. نشاهد هذا التقرير ونواصل من بعده، ابقوا معنا. الاسم معها بالجمال والروعة، بتفاصيلها المعمارية ونقوشها المرسومة وجدرانها البازلتية السوداء. ها هي أم الجمال تتهيأ لرواية حكايتها، فهي شامة محبة على خد البادية الأردنية، تركض حجارتها بعنفوان وقوة لتحكي قصة تاريخ وحضارة الأنباط. سيدات من أم الجمال، ينقشن إرثك على صخرك، ساغت منها أيادي وعقول السيدات تصميما وقطعا جميلة، مستوحاة من تاريخ المنطقة وماضيها، ممتزجة بجمال وروعة العمل. في جماعة يدربوا على حجر البازلت، فأنا جت عينا زي ما تقولي منظمة أو إشي، ناس زي هيك يعني بدهم يشغلوا هالستة، فأنا طرحت عليهم الفكرة. طبعا يعني طرح أشياء كثيرة، طرحت خياطة، طرحت تطريز، فهم ركزوا على الحجر، طور شغلنا يعني صرنا نعرف نطلع قطع. أول شيء ما كنا يعني والله هيك، ما كنا ندق شوي ونبطل وندق شوي، بعدين صرنا نطلع قطع، طلع أشكال، تطور الشغل معانا، في مردود مادي وكويس كمان. جاتنا الفكرة إنه في حجر البازلت، كونه الآثار عندنا مصنوعة مبنية يعني كبناء كلها من حجر البازلت، فإحنا صرنا نجيب أشياء من كان أجدادنا يستعملوها حياتهم اليومية، زي الصحن، زي المدقات، أشياء حجرية يعني. يعني لما تخلص القطعة وفي حدا أجنبي يجي ويقول واو أو ينبهر بإشي أنت عمليته، فهذا إنجاز يعني يعتبروه فن. صرنا يعني نطلع مواهب جديدة وشغل جديد، وصارت الناس يعني كل فترة وفترة يعني يقولوا خلص، يعني البنات ما شاء الله شغلهن مبدع، صار كل ما نشتغل أكثر نطلع قطعة أحلى. إحنا من بداية يعني شغلنا على النحت على البازلت، فكرنا قلنا يعني وين نروح في هذا الشغل، يعني شو كيف نسوقه، كيف يعني نروجه. سوينا معارض وسوقنا، وراحن البنات، رحنا احنا على نفس المعرض وقدمنا المنتج اللي عندنا وقدمنا الاسعار، وشفنا في اقبال كثير عليه. يعني تجيني دخل يعني كويس، أقدر أساعد زوجي يعني ومصروف البيت. عملت حجر كبير ومرتب، إجا عندنا ضيف اللي هو السفير الهولندي وعجبته كثير وأخذها. قديش انبسطت يعني إنه شغلي ناجح وعاجب ناس. تخرجت من الجامعة طورنا هذا الإشي، مو بس إنه اشتغلنا بالحجر البازلت، كمان رسمنا على الخشب بالكاوي وحفرنا على الخشب، وكمان حجر البازلت يعني قبل كانوا بس صحن، كانوا هيك مستطيل، هسه لا صاروا يصمموا حلقات تصميم يعني وهندسي كمان، فيه بالسنتي وبالسنتيين. وهناك من يثمن ويؤمن بعمل المرأة وإنجازها في أم الجمال، ويعتبر إنجازهن إرثا وإحياء للماضي ورافدا لتشجيع السياحة. ما
مشروع سيدات أم الجمال اللي هو النحت على البازلت، هذا المشروع احنا بالبلدية ماخذين على عاتقنا انجاح هذا المشروع، لأنه يعمل على التنمية والتنمية المستدامة اللي احنا بنناشد فيها بالأردن دائما وأبدا، لأنه هذا المنتج هو من إحدى أهم الموارد الطبيعية اللي تقدر السيدة تشتغل فيه. والسيدة في أم الجمال اشتغلت في عقلها، تجاوزت موضوع السواعد اللي كان ممكن الرجل عادة هو اللي يشتغل بالحجر الصلب البازلت. العمل الذي تقوم به سيدات مجتمع أم الجمال هو أيضا يدخل في تسويق هذا الموقع الأثري، فمعروف أن هذه المنطقة جغرافيا واقعة ضمن منطقة الحرة التي ينتشر فيها حجارة البازلت، فلذلك نحن نحيي سيدات أم الجمال في نحت الصخر وابتكار هذه الأشياء، لأن هذا جزء من تسويق هذا الموقع. بحجارتك السمراء وللتاريخ فيك يا أم الجمال ولذاكرة الأولين والتي كان يصطح بها المكان.